دي كده فراخ فريش بالوزن، الكيلو عامل 145 25 قرش حسب ما يطلع وزن الفرخة. في من شهد ده فراخ، ده من كيلو لكيلو 100 عامله كام؟ عامله 146 25 قرش. واللي من 950 لكيلو عامله 135 و75 قرش من شهد. في رومي فريش بالوزن متقطع من وراك قطع، ده عامل كام؟ عامل 180 لكيلو. في بانيه كمان الكيلو فريش، الكيلو عامل 240. في من مفازة ده صدور بالعظم، الكيلو عامل 147. في من مفازة وراك، الكيلو عامل 133 و25 قرش. كل الحاجات اللي بنقول عليها دي فريش مش مجمدة. في من مفازة كبد وقوانص، النص كيلو عامل 66 75 قرش. والكبد الصافي النص كيلو عامل 69. المفازة الدبابيس الكيلو عامل كام؟ 147. دي الحاجات الفريش. في شاورما متبلة الكيلو عامل كام؟ شاورما فراخ متبلة الكيلو عامل 170 و25 قرش. الوراك المتبلة الكيلو عامل 131 و75 قرش. الدبابيس المتبلة عاملة كام؟ 166 و75 قرش. وفي مفروم الفراخ عامل 191 و75 قرش. البرجر الفراخ عامل كام؟ 191. الفرخة المتبلة، الفرخة المتبلة دي للشوي عاملة كام؟ 154 51 قرش. الفرخة المتبلة دي عاملة 154. في برجر فراخ، في هنا دي مانجا سكري الكيلو عامل 53، والعويسي الكيلو عامل 34 و95 قرش بدل من 75 عليها عرض. في مانجا زبدة بس ما في حاجة صغيرة منها، حاجات صغيرة عاملة 24 و95 قرش بدل من 66 ونص. بس بصوا في حوالي زي كيلو ونص اللي باقيين. يبقى في منها فوق كمان، في منها فوق عاملة 24 و95 قرش بدل من 46 ونص. ده نوع تاني. النوع ده عامل كام؟ في اللي هي المبروكة اللي فوق دي عاملة 53. حلوة. بصي دي عاملة 53، ودي اللي هي الفونس دي عاملة 66. الناس ده عامل كام؟ 22 95 قرش، يعني 23. بطيخ دي القطعة، دي قطعة عاملة 79 و95 قرش بدل من 100 جنيه. القطعة دي كده بطيخية دي يعني. في افوكاتو عامل فريش بالوزن، الكيلو عامل 134 و95 قرش بدل من 275. وريني واحدة كده منه عشان مش باين. في تفاح كمان سكري بولندي كيلو عامل 69 و95 قرش بدل من 80 جنيه. وريني طبق كده من التفاح عامل كام الطبق ده؟ عامل 78 و5 قروش. لا 69. لا هو كيلو 69، هو الطبق اللي معاك كده عامل 78 و5 قروش. ده فلفل الوان الكيلو عامل 24 و95 قرش بدل من 40 جنيه. دي بطاطس عامله كام الكيس؟ عامل 74 و95 قرش بدل من 87، والكيلو عامل 29. في الجنزبيل الفريش ده عامل كام الكيلو؟ عامل 225. وريني طبق كده منه. الطبق ده عامل كام ده؟ عامل كام الطبق اللي معايا كده؟ 66. عامل 66 جنيه الطبق اللي معايا كده؟ 66. الكيلو عامل 225. في توم سيني الشبكة عاملة 42، الشبكة فيها حوالي خمس قطع. وريني كده شبكة عاملة 42.
فيها خمس قطع بس حجمهم وسط مش كبار. البصل عامل كام؟ البصل الاحمر عامل 8 جنيه ونص. والابيض عامل كام؟ الابيض عامل كام؟ عامل 8 جنيه و95 قرش. هنا بقى بسكوت الاوريو سايب بالوزن الكيلو عامل 150. الطبق ده كده عامل 18 جنيه و75 قرش. وفي اللوتس عامل 150. يبقى الاوريو او اللوتس عامل 150. وفي اللي هو الفيكس ده الشوكولاته بيضاء عامل كام؟ 185. بص الكونو، الكونو عامل 100. عامل كام الكونو؟ شوفي لي الكونو عامل 200 جنيه. الكونو عامل 200 جنيه. ده اللي هو الشوكولاتة الصغير الكريسبي ده عامل كام؟ عامل 170. في منه شوكولاته بيضاء وفي منه شوكولاته غامقه. بس يا ساجده الكيكات ده، الكيكات ده عامل كام؟ 310. شايفاه؟ يبقى الكيكات ده 310. والكريسبي ده الشوكولاته الصغير ده، ده في منه شوكولاته بيضاء وشوكولاته غامقه، ده عامل 170. بعد لكم تاني الاسعار. والكونو عاجبني الكونو عامل 200 جنيه. واللوتس شكله حلو قوي صح؟ بسكوت اللوتس شكله حلو. اللوتس او الاوريو كيلو عامل 150. المرنج ده عامل كام؟ عامل 130. في فوق بيتي فور عامل 280. وريني طبق البيتي فور كده فوق عامل 280. الطبق ده عامل 64 جنيه، ده 230 جرام. ماشي. في سابليه كمان، السابليه عامل 225. حلو السابليه. وريني طبق السابليه ده اللي هو الاولاني ده. بص طبق السابليه ده، ده عامل كام؟ ده عامل 75 جنيه. هو كيلو عامل 275 والطبق ده عامل 175 جنيه. ماشي. في كوكيز، الكوكيز عامل 185. الكوكيز ب 185. كوكيز مشكل شوكولاته على فانيليا عادي. ده عامل كام؟ ده دونس؟ لا لا ده دنش. دنش عامل كام؟ القطعه دي عامله محشيه شوكولاته، القطعه دي عامله 38. الصوت ده هاتيها كده مش باين. دي كده دنش، القطعه دي عامله 38. سابليه الاطفال ده الكيلو عامل 215. بص كده، ده بسكوت لوتس عامل 175. في بسكوت جوز الهند عامل 175. في بسكوت المكنه بالبرتقال عامل 175. في تحت توست للدايت كيلو عامل 80. وفي فايش سعيدي كيلو عامل 85. في توست بالزبيب كيلو عامل 95. المشاهد دي كيلو عامل 110. اللي بالجبنة التركي واللي بحفلة البركة عامل كام؟ 80. في منين ينسون ده كيلو عامل 130 بدل 155. وفي سادة عامل 125 الكيلو بدل 150. وفي بالعجوة عامل 125 بدل 145. وفي ملبن عامل كام؟ عامل 120. في قرص بالعجوة الكيلو عامل 130 بدل 150. وفي قرص سادة الكيلو عامل 125 بدل 150. وقرص الملبن الكيلو عامل 130 بدل 140. عاملين شكل القرص كده؟ دي السادة دي كيلو عامل كام؟ عامل 125 بدل 150.
ماشي. في بقى البصمات اللي هو بحبة البركة الكيلو عامل 110، وفي للضيف عامل 75 سادة، وفي للضيف بالحبوب عامل 115، لكن السادة للضيف عامل 75.